بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسم أعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين لا يفهم كتفهم شيء إلا بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفهم قد رزقه الصحابة الكرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك كان سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن، أي مفسر القرآن وحضر الأمة، كما يعني هو معلوم لذلك في كتب التفسير كتفسير ابن كثير أو تفسير ابن عباس أو عفوا تفسير ابن جرير الطبري وغيرها من التفاسير. كان القول أن أغلب الآراء وأغلب عفوا التفاسير مسندة إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الأسبوع الفارط وصلنا أو بدأنا سورة المطففين، وقلنا أن التطفيف باللغة العربية أو في اللغة العربية بمعنى الغش، التطفيف بمعنى الغش وعدم ماذا؟ عدم الكيل بالقسط، يعني الإنسان اللي متي يعني الذي يكتل يعني أو في التعاملات دياله لما تيبغي يبيع على الناس شي حاجة تيغش، ولما كيبغي ياخذ حقه كيطلب بالعدل، كما قال تبارك وتعالى: ويل. والويل هو كما في بعض الآثار واد في جهنم والعياذ بالله، للمطففين الغشاشين الذين يفسدون في معاملتهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بمعنى تيبغيو يوفيوا الحقوق ديالهم كيطالبوا استوفى طلب الوفاء، بمعنى طلب ماذا؟ كطلب من الناس يعطيوك الحق، وهذا مزيان. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، بمعنى ينقصون ويغشون وما كيبينوش ماذا؟ ما كيتعاملوا شيء بالعدل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يوقن أولئك أنهم سوف يحشرون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلنا سوف نقوم إلى الله عز وجل فرادا، كما في الحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، كما في الحديث. حتى أن عائشة استغربت وقالت: يعني كيف الناس يعني ينظر بعضهم إلى بعض، الناس عراة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: معناه أن الأمر أعظم من ذلك، أي أعظم من أن ينتبه الناس لبعضهم البعض من شدة هول الموقف، الموقف اللي هو صعب، فبالتالي تفكير الناس غادي تجاوز الأمور اللي هي ماذا اللي إحنا متعارفين عليها في الحياة ديالنا أنها عيب. في ذاك الوقت صافي الإنسان غيولي في حال أخرى، يعني كما قال عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني المفروض أن المرأة كتنتبه لرضيعها ولوليدها، فيوم القيامة تذهل كل مرضعة عما، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، فالمقصود: فكلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. وقلنا أن السجين في اللغة العربية هذا سجين اسم مفعول على وزن فاعل، المراد به ماذا؟ مكان ضيق
وسمي السجن سجنا لأنه ضيق، السجين من السجن، في عين فيها واحد المبالغة، كنقولوا سكير، سكير يعني كيسكر حتى كيبالغ، تنقولوا مثلا خمير نفس المعنى، وهكذا. فخريت في اللغة العربية تقال الذي يعرف طرق الصحراء، العرب في الجاهلية أو العرب البدو هذاك اللي كيعرف الطرق، تيعرف المفاوز والمسالك، لأن الصحراء كما كتعرفوا كبيرة شاسعة ولها طرق، فالذي كيعرف كيفاش يخرج ويدخل وينجى تيتسمى خريت. نعم، السجين هو ذاك المصير الضيق، مكان كما قال سبحانه وتعالى متحدثا عن الكافرين، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وثبورا وخسارة. وما أدرك ما السجين، وهذا التكرار وفيه استفهام، والاستفهام هنا المراد به خطورة الأمر، وأهم وحيك ما كان يقوله بالدرجة، واش كتعرف شنو هي، تعرف شنو هو يوم القيامة، لما كنقول واش عرفتوا شنو هي يوم القيامة، ماشي كنتظر منكم الجواب، وإنما كنقولها لكم بصيغة الاستفهام باش نبين لكم أن الأمر صعيب. واش كتعرف شنو هي هذه، لما كيقول لك شي واحد بالدرجة واش أخبارك بعد شنو كذا كذا، كتقولها الأمر خطير وصعيب. فكذلك هنا وما أدراك ما السجين، يعني أمر صعب، كتاب مرقوم، يعني كل شيء مسجل من الرقم، قلت بالعربي رقم على الحاسوب أي كتب الرقم، مكتوب كتاب، والكتاب في اللغة العربية من كتب يكتب أي ضم الحروف بعضها لبعض، ألف باء تاء، كتهز الألف كتلصقها مع الباء أب كتضمهم، الضم في اللغة العربية، الضم هو الكتب في اللغة العربية. ومنه قول أحد الشعراء الجاهليين يقول لا تأمنن في لا تأمنن فزاريا مررت به على قلوسك واكتبها بأسياري. كان العرب كما أخبر في الجاهليين ينتبهوا للسلالة نتاع الجمال ديالهم، النوق، ماشي أي واحد يلقح الناقة، لأنها لما تولد رخص تولد من جمل له نسب في الجمال عريق، خص يكون شي جمل فحل ويكون من واحد السولة بحال الخيول، ياك الخيول راه واش الخيل العربي هو الخيل من بلاصة أخرى مثلا، الخيل العربي هو خير الخيول، الخيول العربية الأصيلة، هذاك هو الخيل اللي هو أجمل الخيول، رشيق وقوي وسريع، واش تقارن مثلا بالخيول الأوروبية اللي كانت هي ثقيلة وسمينة، حتى أنه يعني في الأندلس يعني أعجب بالخيول العربية لأنها خفيفة وسريعة، حتى الحيوان فيها السلالة، فالجمال كذلك، الجمال حتى هما سلالة. المقصود تيقول الشاعر الآخر تيقول له ما رد البال من واحد الفيزاري من بني فيزارة أو فزارة، هذه واحد القبيلة عربية، ما رد البال على الجمال اللي عندك، النوق اللي عندك، واكتبها أي كانوا يغلقون يضمون يعني رحمها بالأسيار، السيور الخيوط، واكتبها بأسياري حتى لا يقدر جمل على تلقيحها. نعم، كتاب مرقوم. نعم، ويل يومئذ للمكذبين، أي خسار وثبور للجاحدين، التكذيب والجحود، وكاين فرق بين كذبة أو كذب عفوا وكذبة، كذبة كذب قال خلاف الحقيقة، كذبة بمعنى اتهم، اتهم اللي كيهضر بالتكذيب بأنه كذاب، بمعنى هاد الكفار كيوصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب وحاشاه فهو الصادق الأمين، وكيصفوا الأخبار اللي كيجيب بها أنها أساطير الأولين، يعني هذه مجرد خرافات اكتتبها كما قال عز وجل في العنكبوت، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. لهذا قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان بالصح الرسول كان يكتب وكان يقرأ، لو كان غيقولوا الناس
راه هادشي انما قراه عند ورقة بن نوفل، وقراه عند النصارى واليهود اللي كانوا في الجزيرة العربية لأنه أمي. إلا أن الله عز وجل أبى إلا أن يكون الرسول أميا صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا الشيء ما يمكنش يجي إلا من عند الله تبارك وتعالى. إذن تهمه بأنه ماذا؟ كذاب، وهو عندهم الصادق الأمين. والله تعالى ابتلاه أو كما تنقولوا أفحمه بحيث ما بعتش بالرسالة حتى قضى معهم 40 سنة، وديك 40 سنة شافوا من الرسول الصدق والأمانة والإخلاص ورجاحة العقل والنسب وكرم يعني الضيافة، يعني كان معروف عندهم بأنه خير الناس، حتى أنه فشل غيقتتلوا في لما تهدمت الكعبة وبغاو يحطوا الحجر الأسود بعد بنائها، قالوا أول واحد غيدخل علينا من الشعب هو اللي غادي يحتكموا ليه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم وافقوا عليه، قالوا هذا الكريم كيف لا نرضاه. لذلك قال لهم كلكم، كل رئيس قبيلة أمرهم بثوب واحد ثوب كبير، وقال لهم كل واحد يهز من واحد الطرف ديال الثوب يحمل الحجر الأسود باش كل شيء ياخذ الشرف ديالاش ديال حامل الحجر الأسود، لأنه شرف العرب كيهتموا بهذه المعاني. فلما وصلوا إلى المكان ديال موضع الحجر الأسود حمله النبي بيده الشريفتين صلى الله عليه وسلم فطهره من أن تمسه أيدي الكافرين المشركين. نعم، شهدوا كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، بمعنى لا يصدقون بيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور يوم البعث، كما قال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن سبحانه وتعالى، أقسم الله عز وجل وأكد على ذلك بالمؤكدات، بلى بلى بمعنى فيه تبكيت لهم، بكتهم تبكيت بمعنى إفحام ديالهم، وربي لتبعثن يا محمد، قل يا محمد بلى وربي لتبعثن، أقسم يا محمد برب العزة والجلال على أن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قيل في بعض النصوص أن البعث لما يعني يأذن الله عز وجل بقيام الساعة ينزل من السماء مطرا، كيف بعض النصوص أن هذا المطر كمني الرجال فينزل في الأرض والناس موتى، لأن نفخت النفخة الأولى، فذاك المطر لما ينزل فين كيمشي؟ الناس ولاو صافي فناء تفنوا، الإنسان لما كيموت ما كيبقى منه حتى شي حاجة إلا واحد الحاجة كيتسمى عجب الذنب. الذنب هو الذيل في اللغة العربية، الذنب هو آخر الفقرات نتاع العمود الفقري، الظهر ديال الإنسان العمود الفقري آخر حاجة منه هذيك البلاصة كتسمى عجب الذنب، هذيك ما كتزولش، هذيك ما كتفناش ما كتبلاش، منها غنتبعتو، يعني كلشي غيمشي من الانسان، كلشي العين اليدين الرجل كلشي الا هذيك الفقره الاخيره من ماذا؟ من العمود الفقري عجب الذنب، ومنه يبعث الانسان. فاذا بعث بث الله فيه الروح، وهو قوله تعالى واذا النفوس زوجت، قيل اي النفس التقت بجسدها فكتحيا من جديد. طيب، ويأذن الله عز وجل لإسرافيل بالنفخة الثانية معنا. فيوم البعث هو يوم الحشر، يحشر الناس ويجمع الناس وتقع أهوال وأحوال إلى آخره، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، تقع أحوال، ينصب الصراط، يوضع الميزان، والميزان له لسان وكفتان وهو حقيقي، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نعم، فيكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل
معتد أثيم. المعتدي الأثيم من العدوان، والعدوان هو الظلم. العدوان تقول تعدى شي واحد على شي حاجة أو على شي واحد، بمعنى تجاوز الحد دياله من الاعتداء. لذلك لا يجوز الاعتداء في الدعاء. أما كدعي الله عز وجل كدعي دعاء شرعي، ما كدعيش والدعاء يكون فيه اعتداء على الآخرين، يا ربي حرم فلان من الأولاد، حرام، في اعتداء وظلم. الاعتداء في العبادة بمعنى تخالف السنة. الله مثلا قال لك صلي 4 ركعات في الظهر، صلي 4 ركعات في الظهر، فمن جاوز أو تعدى فقد ظلم وطغى وخالف. الإنسان دائما يلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع الذكر وسمع القرآن قال هذا من الأساطير. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي الخرافة أو الكلام ديال الأقوام السابقين اللي ما عليهش حجة ولا برهان، مجرد كلام مسافر خرافة، بحال الأساطير ديال اليونان والإغريق إلى آخره. أساطير الأولين، يعتقد أن كلام النبي ما هو إلا من كلام الأولين، مجموع واختلقه واخترعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلة. رد الله عليه فقال كلا، الحقيقة أنا ماشي زعما هما عندهم العقل وذكيين وتيقلبوا على الحق بحال شي واحد مثلا كيقلب على الحقيقة تيقول لا ما متفقينش فينا والدليل، لا هما راه أصلا قاست قلوبهم ياك، وكما قلنا في الأسبوع الفايت كيقلبوا على الحجة باش يستمروا في الكفر ديالهم ويستمروا في الظلم ديالهم، فبالتالي خصك يكذبوا. شحال من واحد مثلا كيرد الحق ماشي حيت ما عجبوش الحق، وإنما إلا وافقك على الحق غيتنازل على بزاف ديال الحوايج، غيتنازل على بزاف ديال الامتيازات. فالكفار اللي كفروا وجحدوا راه عارفين الحق، لكنهم لما غادي يلتزموا بكلمة التوحيد وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم الامتيازات اللي كانت عندهم في قريش غتمشي وغيوليو بحال أيها الناس. لذلك الكبر والغرور هو اللي يخرج على البشر. لهذا إبليس شكون اللي خرجوا من الجنة وكان من أهل الجنة؟ أبى واستكبر. إباء والاستكبار، أبى واستكبر، استكبر مصيبة. كلا بران على قلوبهم، أي اعتروا على قلوبهم. الران والران هو قسوة، القسوة والمعاصي والذنوب اللي كتوسخ القلوب، على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الله تعالى لما يحشرهم ويضعهم في ذاك السجين، ذاك المنزل الضيق، أشد العذاب اللي غادي يصيب الكافرين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أشد عذاب غيوقع الكفار لما يحرمك الله عز وجل من رؤيته ويقول لك اخسأ اصمت، والله تعالى يقول حجبوهم عني بعدوهم عليا. أصعب حاجة رحنا بيناتنا الناس البشر، بيناتنا لما شي واحد عنده ولله المثل الأعلى، عنده سلطة، رئيس دولة ولا ملك ولا أمير، ويقول فلان بعدو عليا ما بغيش نشوفه، ولا شي واحد من العائلة، الأب يقول لولده مصيبة ما بغيش نشوف ولدي، لله المثل الأعلى. فكيف إذا قال لك رب العزة يوم القيامة يعني حجبوهم عني؟ لذلك أعظم نعيم لأهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وما وجد أهل الجنة لذة كتلك اللذة ديال رؤية الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في حين الكافر يحجبون، المؤمنون يرونه كل عشية، كل يوم غدوة وعشية كما في بعض الآثار. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أيوة، ومع ذلك الحرمان رغم في السجين ومحجوبين عن الله عز وجل، ثم فوق هذا الشيء كامل يحترقون بالنيران. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، بشدة الآية ويل يومئذ للمكذبين،
قال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي هو هالشي اللي كنتم كتستهلوا جزاء وفاقا، كذبتوا به أو ها هو دابا كتأمنوا به، ولكن كتأمنوا به في الوقت اللي ما ينفعش. هالشي خص تأمن به في الوقت اللي كان نافع، لما كان مبلع عليك الغيب، بمعنى دابا حنا جالسين في هذه الدنيا ما كيبان لنا حتى شي حاجة من الغيب، كنشوفوها البشر. احنا الان في الشهاده، كاين العالم الغيب والشهاده، ما كنعرفوش الغيب، كنعرفوا غير الشهاده، كنشوف اللي كنشوف. لكن الله صفق لنا رسول معاه كتاب وكانت معجزات، ياك وفقنا الله تعالى للايمان، وهذا اعظم ابتلاء انك تامن بشي حاجه ما شفتيهاش، فبالتالي نهار تاخذ عليها اجر غتاخذه وتحس بالحلاوه ديالو. لكن اللي كذب به، لهذا سمعت واحد الكلمه قالها واحد ملحد المؤمن، قال له كي غدير الى فاش متي تلقى داك الشيء اللي كتامن به، ها هكذا قال لك كي غدير، قال لي احسن منك انت الا متي ولقيت داك الشيء اللي كذبتي به كاين بصح، انا بعدا ما يوقع لي والو، اما انت راك مشيتي فيها. الملحد عنده جوج ديال الاحتمالات، المؤمن حتى هو عنده جوج الاحتمالات. المؤمن عنده جميع الاحتمالات، ما خسر والو، الى داك الشيء بصح وراه بصح راه في الجنة، إلا ما كاين والو راه والو صافي غيولي يمشى. لكن الملحد عنده جوج حوايج، يا إما بالصح جهنم، طيب وإلا فماذا؟ ف يعني سميتو لا شيء، فهو عنده واحد الخطورة ديال 50%، المؤمن عنده 100%، عنده 50% ديال فوق الربحة، يا إما رابح يا إما بابيه والو. الملحد عنده يا إما 50% غياكل العصا، 50% ما بيه والو، انت ما عندك حتى شي خطوره كمؤمن، ما خسر والو. وماشي على هذا الاساس كيتبنى الايمان، بالمناسبه الايمان ما كيتبناش على الاحتمالات، الايمان مبني على اليقين، ماشي حسبها دابا مجربين حنا مسلمين ولكن طو لا، راه خص يكون عندك اليقين بالصح راك غادي للجنه ان شاء الله وكاين القيامه، ماشي حتى ما كنت تلاقى ونتفاهم، لا غير زعما هذا مثال في مناقشه الملاحده. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هنا فقرة جديدة ما شرحناش الأسبوع اللي فات، وما أدراك ما عليون، طيب نقرأها إن شاء الله بالتجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، في عليين وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عيني يشرب بها المقربون، عيني يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. كلا بمعنى حقا، هنا حقا بالصح، إن كتاب الأبرار لفي عليين، ماشي بحال الكفار لفي سجين، أي الله تعالى سيرفع مقام أهل الإيمان. وديما في القرآن كاين واحد الحاجة كتسمى الشيء وضده، توازن في القرآن، كاين الجنة والنار، كاين الليل والنهار، كاين الخير والشر، كاين
الباطل، الحق والباطل، هكذا حياة. ودائما الحق ينتصر على الباطل، ودائما الخير الله تعالى ينصرهم يوم القيامة. لذلك لفي عله، أي الله عز وجل يرفع، كما في حديث البراء بن عازب اللي مر معنا، أن لما الملائكة تأخذ الروح نتاع المؤمن ترفعها إلى السماء السابعة، وتفتح لها أبواب السماء. أما الكافر فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سورة الأعراف. نعم. كلا إن كتاب الأبرار لفي الجنة، لفي علين أي الجنة، لأن الجنة ماذا؟ الجنة درجات ومنازل. طيب، والجنة عالية بارد ماؤها، عذب شرابه أبيض أشد بياضا من اللبن، وأطيب رائحة من المسك كما ورد في الآثر. وما أدراك ما عليين، بحال نفس الأسلوب، واش في خبارك شنو هي الجنة؟ زعما راه أمر اللي هو ما يقدرش العقل ديال الإنسان يستوعبه، ولا ما لم، كما في الحديث، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، كتاب مرقوم، يعني كل واحد راه مسجل عليه داك الشيء اللي دار من خيرات، يشهده المقربون هم الملائكة، ملائكة الكرام الحفظة، هم الذين يشهدون لك أنك كنت من أهل الخير في الدنيا، سجلوا كل شيء. إن الأبرار لفي نعيم، إن في اللغة العربية أحيانا تأتي بمعنى نعم بعض المرات، لذلك ورد في الحديث إن الحمد لله، الأصل إن الحمد لله، إن تنصب هنا الحمد، لكن إن الحمد إذا قدرت إن بمعنى نعم، أي نعم الحمد لله، نقدر نقول نعم الحمد لله. معنينا إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هي السعادة وهي المتعة، المتعة الجسدية والروحية، يعني جسد الإنسان يتمتع باللذات، وكذلك روحه ونفسه، إنسان سعيد فرح مسرور مبشر، وهذا هو تمام النعيم. على الأرائك، وهي السرور، الأريكة هي المكان الذي يجلس ينعس عليه الإنسان، السرير يتكئ عليه الإنسان. وقيل يعني على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى قصورهم وإلى ما ملكهم الله عز وجل من خيرات ومن فضل، لا ينتهي ولا ينقضي ولا يبيد، ماشي بحال الدنيا، الإنسان يقدر يشوف مثلا قدامه الجنان والشجر، لكن غيجي واحد الوقت غيمشي، حتى شي حاجة ما دائما في هذه الدنيا، كتشوف الولاد ديالك أنت غتمشي ولا هما غيمشيو، كاين واحد المدة ديما. على شنو الفرق بين المتعة في الدنيا والمتعة في الآخرة؟ ما يمكنش شي متعة في الدنيا هنا تكون مستمرة، الماكلة كتاكلها بنينة، كتاكل طعام لذيذ، لكن مجرد الإنسان ما يشبع صافي يقول بعد عليا هذا الشيء، واخا لذيذ وريحته طيبة، لكن مجرد أنك تشبع تبتعد. طيب، فكل لذة في الدنيا فانية، أما لذة الآخرة فلا تفنى ولا تنقضي. ولدك اللي كتشوف فيه كيعجبك كيحبو قدامك ولا كيقرا قدامك ولا، لكن دائما في العقل ديالك راه غيجي واحد الوقت غتفارقو، أحبب من شئت فإنك مفارقه، لكن في الآخرة ما كاينش هادشي، كتشوف الملك ديالك وعارف أن هادشي غيبقى لك طول الأبد، وما غاديش تمل منه وما غاديش تعيا منه، يعني شي حاجة ما تقدرش تستوعبها إلا إذا كنت في الجنة. على الأرائك ينظرون، ماشي بحال الكفار محشو محجوبين في الدرك، مقيمين في الدرك والعياذ بالله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي الله تعالى جملهم، زينهم سبحانه وتعالى، النظرة هي الجمال، إذا شفتي فيهم كتشوف الجمال
نتاع الايمان وكتلقى السرور والفرح والحشمه والرياسه ديال الاخره يعني كتلقى فرح مستبشر مسرور. يسقون من رحيق مختوم اي يشربون من خمر الجنه، خمر الجنه خمر الجنه لا يسكر ولا لغو فيها، يعني لا تسمع فيه الكلام قبيح ولا فيه شيء من منغصات الدنيا. الخمر اللي كيتشرب في الدنيا يشربه الانسان فيفقد عقله، يفقد العقل ديالو ويتلفظ بالفحش والكلام القبيح ويتصرف تصرفات اللي هي غير عقلانيه وغير انسانيه. هذا خمر الدنيا ديال. اما خمر الجنه اللي هو المباح الحلال فهو خلاف ذلك. والرحيق من اسماء الخمر بالمناسبه. طيب ختامه مسك، ختامه مسك اي الله تعالى يشربهم شرابا ابيض مثل الفضه يختمون به شرابهم. يقول احدهم ولو ان رجلا من اهل الدنيا ادخل اصبعه فيه ثم اخرجها لم يبقى ذو روح في الدنيا الا وجد طيبها. عجيب. يعني مثلا انسان دار يدو في هذاك المسك ديال الدنيا ديال الاخره عفوا ديال الجنه يدير صبعه ويهبط به لاهل الدنيا، اهل الدنيا كلهم غادي يشموا الريحه ديالها. سبحان الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بحال قول الله تبارك وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. واخا هذه الايه تتهضر على جهنم، هذه في سوره الصفات، وهذه كتهضر على الجنه، تنافس تعمل لتنجو من النار وتتنافس للحصول على الجنه. ومزاجه من تسنيم، المزاج هو الخليط، تنقولوا مزاج الشيء خليطه من المسجي، كتمسج شي حاجه كتطحنها مثلا. ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، واحد الشراب كيتسمى التسنيم. طيب وهو اشرف شراب اهل الجنه واعلاه كما قال بعض المفسرين، عيلا يشرب بها المقربون، اي يشربها الناس المقربون وتمزج لاصحاب اليمين مزجا تخلط لهم باللغه ديال دابا طناشي، طناشي باللغه المعاصره في الجنه ان شاء الله. الله يجعلنا ان شاء الله تبارك وتعالى من اولئك. نكتفي بهذا القدر، وفي الاسبوع الجاي باذن الله تبارك وتعالى نكمل تفسير سوره المطففين. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبب المهتدى. اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين، وارزقنا شربة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.